حكمت مشهداني، اهلا وسهلا فيك على قناه 7 ميكس تي في. اهلا وسهلا، وانا من دواعي سروري انه اكون اليوم على قناتكم الكريمه. اهلا وسهلا. شو رايك اليوم بالاعلام بالمعرض يلي حضرتك اليوم كنت فيه ضمن جوله؟ قديش كان هذا الشيء مهم لسوريا انه اقامه هيك معرض بعد الازمه اللي مرينا فيها؟ انا اليوم اول مره ازور المعرض، وصلت من السفر امبارح واليوم جئت ازور معرضكم. فوجئت حقيقه بالابداع والتطور والتحديث اللي موجود في سوريا في مجال الاعلام والاعلان، وهذه عباره عن رساله تتوجه للخارج الى الدول العربيه والدول العالميه اللي كانت شريكه في الحرب على سوريا، ليشهدوا نجاح الشعب السوري، الإعلام السوري، الإعلاميين السوريين وكل الشرفاء في سوريا يواكبون ما تقومون به من نجاح. وتمنياتنا لكم ولقناتكم الكريمة بالتوفيق والنجاح. طيب برأيك الإعلام اليوم كان قادر أنه يكون وينقل صورة سوريا للخارج بالشكل الصحيح؟ ذلك نتيجة لنجاح الإعلاميين العاملين على الإعلام في سوريا والشرفاء الموجودين في الإعلام في سوريا، أوصلوا الإعلام الحقيقي والصوت الصادق إلى العالم الخارجي. شكرا جزيلا.